والله الاعداد كويسه جدا نظرا لظروف الكورونا والتجمعات، بس انا شايف الحمد لله امبارح والنهارده الاعداد كويسه جدا. شايف تعقيم اللجان كلها وتوفير ادوات التعقيم والكمامات والكحول، فالحمد لله التنظيم الحمد لله بادئ بدرجه عاليه جدا من الدقه والتنظيم في اللجان وتدفق الناخبين. لا الانتخابات مشرفه وكان في اقبال كتير قوي، انا ما كنتش متوقعه في اقبال من الشباب كتير 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 كده، انا ما كنتش متخيله كده خالص. والناس مستوعبه قيمه الانتخابات وقيمه المشاركه اكتر واكتر واكتر. هو اقبال كثيف يا فندم، انا ما شفتوش قبل كده. الناس عندها وعي وتكدس جامد على اللجان. الشرطه مأمنانا تأمين كويس بالنسبه للانتخابات، وزعوا سيادتك الكمامه الكحول. الناس يعني بصراحه قايمين بدورهم على الوجه الاكبر، مفيش اي تجاوزات وكله تحت سيطره الامن، والامن دول هم اخواتنا اللي احنا بنتامن وهم بيامنونا ويحافظوا علينا. انا شايفه الاقبال حلو جدا، وما فيش اللامبالاه اللي بعتوها لي الصبح وقالوا في راس ومزمار وفي، لا انا شايفه اللجان محترمه جدا، واللقاءات مش عايزه اقول لك، وخدمه الشرطه للجمهور جميله جدا ومبدعه في التخزن للجان، يعني الحمد لله.